المتحف هذا هو في الأصل قصر، وبالتالي هو موطن ذاكرة سانليود ميموار، كان يقضي فيه رئيس الحكومة بورقيبة فصل الصيف أو حوالي شهر أو أكثر من شهر من فصل الصيف كل سنة. كان أي للسقوط، كان أي للتلاشي، هو ثمرة مجهود مشترك بين رئاسة الجمهورية بالتمويل ووزارة الثقافة عن طريق المعهد الوطني للتراث أساساً بالتدخل الفني والتدخل التقني عن طريق الخبرات والإطارات. بالتالي هو ثمرة التعاون، الهدف منه ونحن نشتغل عليه منذ أكثر من سنة هو يعني إعادة الاعتبار للزعيم بورقيبة اللي حوالي ربع قرن تم نوع من الحصار على الذكرى متاعه وعلى دوره. هذا درس، هو أنه وأنا دائما أقول أنه زعيم بورقيبة حاول ينسي توانسة طيلة 30 سنة في اليوسفية ولم ينجح، وبن علي حاول ينسي طيلة ربع قرن التوانسة في بورقيبة ولم ينجح، وبالتالي الحكام الجدد الآن واللي في المستقبل يجب أن لا يعني يغفلوا هذا الدرس، وهو أنه يجب أن يبنوا على ما بناه الذين قبلهم. احنا بالنسبة لنا في رئيس الجمهورية الأمر يتعلق بأول رئيس الجمهورية التونسية، يعني أحد رموز أبرز رموز الاستقلال والحداثة وبناء الدولة التونسية المعاصرة والمستقلة، وبالتالي هذا يعني عنده علاقة متينة بتصورنا للنظام الجمهوري، وهو نظام يقوم على البناء المتراكم للمؤسسات، والمعلم هذا سيكون جزء من مركب كامل في مركز توثيق وفي قاعة محاضرات، سيقع إدخاله في المسلك السياحي في المونستير، سيكون له دور كبير في إحياء الجهة سياحيا ثقافيا علميا إن شاء الله. سيد وزير الدفاع تفضل هنا، مرحبا تفضل يا سيدي على بركه الله. هنا نقعد من هنا تفضل تصور عنده شويه الله يرحمه وينعمه، والله يعني يخلي هالمتحف هذا يحتفظ بذاكرته، يعني تراث لكل التونسيين، لأنه هو رجل ينتمي إلى كل التونسيين، لا ينتمي إلى بلدة ولا ينتمي إلى منطقة ولا ينتمي إلى جهة، هو ينتمي إلى كل التونسيين وينتمي إلى تاريخ البلاد. أي سيدي على بركة الله نفتتح هذا المكان الهام في تاريخ تونس وذاكرتها الجماعية. أهم ومختلف فرحات حشيد أحبيب عاشور أهم النضالات السياسية في تونس. نعم هذه أيضا أهم النضالات السياسية. صالون في اي بي جد التصميم مغربي، كل تصميم مغربي. الوزير صدق مرحبا بك. تفضل
من القصر اكزاكتمون كان الان نفكروا انه مش نحول نحولوه عندهم لك الدوله هما عملها ريزيدونس ارتست يعني مقر لاقامه الفنانين والرسامين الكل الان على ذمة سيز وفي التقاضي الاسترجاع شنو في هذه شركه النزول والصيانه تاع رئاسه الجمهوريه المعلومه هو انه تو قمنا بدخلنا لهم تابع تابع احنا نحب نولي عنا تقليد جديد وهانو يعني نكرموا كل من خدموا تونس واول من خدم هذه البلاد واول رئيس جمهورية هو الزعيم الحبيب بورقيبة ولهذا نحن في رئاسة الجمهورية الحالية اردنا ان نكرمه واردنا ان يعني نرجع ذاكرته للوطن واردنا ان نعيد له الاعتبار الذي العهد البائد يعني حاول يعني التغطية عليه. نحن نريد هذا المركز الذي يعني دفعت فيه رئاسة الجمهورية الكثير من الموارد والتي ستدفع فيه موارد أخرى، نريد أن يكون أولا مركزا للذاكرة، نريد أن يكون مركزا للثقافة وللسياحة في هذه المنطقة، نريده مركزا يعني يأتيه كل التونسيين من كل مكان يسترجعون فيه ذاكرتهم الوطنية ويتفكرون فيه في كل الشهداء وكل من ناضلوا من أجل تونس. ولهذا هذا إن شاء الله معلم ثقافي، معلم سياحي، معلم تاريخي في هذه المنطقة، في منطقة المنستير العزيزة علي لأني خدمت فيها ونعرفها ونعرف رجالها ونسائها ونعرف أياديهم وأفضالهم على هذا الوطن. إذن مرة أخرى بارك الله فيكم جميعا. من الويق بس يبوسوا طفل صغير يبوسوا هاو يبكي هاو يبلور يفو سوي البريزيدان اي رفوز لا سيبا بوسيبل ولا يبلور سيبا بوسيبل لا تيو امبراسي البريزيدان تيو افير بيزو البريزيدان ولا سيبا نورمال مسيو البريزيدان. Tu viens à Monastir, il n'y a pas des gens qui te ressortent. C'est pas normal. Merci, Monsieur le Président. Barak Allah fi. ويعطيك الصحة وبون كوراج. أنا الرئيس منصف المرزوقي كان رجع معناها وقبل معناتها ولدك صغير معناتها لهنا. ما هو فاق بالغلطة. معنى اللي سالونتور بتاعه فاقوا بالغلطة رجعوا الرئيس باش يسلم على الناس.